مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوانت ومن المواقع المحلية، 9 طلاب في إب ذهبوا إلى مدارسهم ولم يعودوا. صحيفة القدس العربي تصف قصر سيئون أكبر مباني اليمن الطينية وبهجة قصور حضرموت. وفي الأخبار المنوعة، ترامب يعلن رسمياً تشكيل قوات فضائية قوامها 16,000 جندي. عاد الصراع الدولي حول مضيق باب المندب وجزيرة ميون في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر إلى سابق عهوده قبل عشرات ومئات السنين، وعادت معه أشد المخاطر على استقرار اليمن وسواحله وبعض مدنه الساحلية كمدينة المخا، وفقا لتقرير موقع المشاهد نت والذي عنونه سباق قواعد بحرية في باب المندب والبحر الأحمر. دورة جديدة من الصراع الدولي تحتدم في الممر الملاحي الأهم في البحر الأحمر، والذي اكتسب أهمية دولية أكبر مع اشتداد الصراع الدولي مع إيران في مضيق هرمز. وتوجهت أنظار العالم إلى باب المندب كطريق بديل مؤقتا وجزئيا للتجارة الدولية والإمدادات النفطية من الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث يصف الموقع التهديدات الإيرانية المتصاعدة وعسكرت مناطق واسعة على ضفتي البحر الأحمر حول باب المندب بأنها تشبه أجواء ما قبل حرب دولية واسعة، وتنذر بانفجار حرب دولية لطالما كانت مدينة المخا أكثر من دفع ثمن تلك الصراعات في السابق. واليوم فمع كل جولة جديدة للصراع الدولي في باب المندب تصبح جزيرة ميون نقطة ساخنة عند مدخل باب المندب. الجزيرة البركانية البالغ مساحتها 13 كيلومتر مربع لها تاريخ متجذر كبؤرة محورية مع كل جولة لصراعات النفوذ الدولي في البحر الأحمر. غزاها البرتغاليون عام 1513، لكنهم لم يتمكثوا طويلا في الجزيرة وغادروها بسرعة بسبب مناهضتهم من قبل العثمانيين الذين كانوا يحتلون أجزاء من اليمن، ثم احتلتها فرنسا عام 1738 للميلاد ولفترة قصيرة، ثم احتلتها بريطانيا في 1799 عبر شركة الهند الشرقية البريطانية تمهيدا لغزو مصر. وفي مارس 2015 امتد نفوذ إيران إلى جزيرة ميون، حيث سيطر جماعة الحوثيين على الجزيرة. ومع نهاية عام 2015 تمكنت القوات اليمنية الجنوبية بدعم من التحالف العربي من دحر الحوثيين وتحرير الجزيرة. وتسلمت قوات إماراتية رمزية إدارة الجزيرة وأنشأت فيها قاعدة عسكرية بدءا من فبراير 2017 تشمل مدرج طائرات طوله 320 مترا. وفي 29 من يونيو 2019 تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية مهام تأمين جزيرة ميون من القوات الإماراتية التي غادرتها. وعلى مقربة من الجزيرة باتجاه البر الإفريقي أعلنت إثيوبيا في ديسمبر 2019 أنها تستعد وبشكل فعلي للبدء بإنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب. إلى شركاء العمل السياسي والحزبي، إلى أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم، تحت هذا العنوان كتب رئيس الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عدنان العديني ما قاله المنشور في الصحوانت مضيفا: 5 سنوات من الكفاح الوطني في دروب الحرية كافية لندرك حجم الخسارة الفادحة التي تصيب الشعوب لحظة انهيار الدولة. 5 سنوات بكامل تضحياتنا وأوجاعنا ونجاحاتنا وعثراتنا، وهي فترة بقدر قسوتها يجب أن تكون دروسنا المستخلصة منها كافية لنبلغ الرشد في خطابنا الوطني ونستوعب قدسية الوطن، وتتعزز فينا أشواق الخلاص والرغبة الملحة بفجر يولد من رحم الحرية المصادرة وآمال الثورات الموؤودة وجناح الجمهورية المهيض بفعل الجماعات الخارجة من أغابر التاريخ والمفارقة لحلمنا ومشروعنا بدولة. ربما لن أقول فكرة جديدة عن الأذهان لو قلت أن من أكثر المفارقات الصادمة للعقل والمحبطة للأحلام هو أن تجد أبناء المشروع الوطني الواحد يخوضون صراعا عدميا ضد بعضهم، أولئك الذين يجمعهم الحلم بدولة يتناهشون فيما بينهم لأتفه الأسباب ويجيدون استنزاف ذواتهم في معارك ضد طواحين الهواء. وبالمقابل تجد الكيانات ذات المشروع العنصري والطائفي تتصرف كلحمة واحدة وتجهد لتوجيه طاقاتها في خدمة أهدافها غير المشروعة
بصورة تعزز من صمودها وتضاعف خطرها وتطيل عمرها في وجه أصحاب المشروع الوطني المنحشرين في صراعات غوغائية ومعارك بلا وجه ولا هدف سوى النقمة والثأر. والنقمة هنا ليست مكسبا، كما أن الثأر ليس مشروعا، ولا يمكن أن ننتظر وطنا يخرج من بين الركام ونحن مدفونون أسفل أحقادنا وحلمنا المفقود بدولة، دولة لا يدرك نخبتها أنهم بحالهم هذا يشككون الناس بأهلية التيار الوطني العريض، بل وبحلم الدولة الوطنية التي تحتاج إلى رجال يستوعبون خطورة المرحلة ويكفون عن التسديد ضد بعضهم ولا يطلقون النار على أقدامهم كل يوم. تواصل ميليشيا الحوثي بمحافظة إب التغرير على صغار السن وعدد من الشباب والطلاب للزج بهم في محارق الموت دون معرفة أهاليهم وأسرهم. وعنون موقع الصحوة نت، ميليشيا الحوثي تختطف 9 طلاب في إب وتزج بهم في جبهات القتال. وقالت مصادر محلية لصحوة نت إن 9 طلاب من أبناء قرية منزل خنيس بمديرية المشنة اختفوا منذ 26 من نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ وسط عمليات بحث مستمرة من أهاليهم عن مصيرهم. وأضافت المصادر أن الأسر بحثت عبر مصادرها المختلفة لمعرفة مصير أبناء القرية، والذين اتضح بعد 20 يوما من اختفائهم أنه تم أخذهم لدورة طائفية ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال. ولا تزال الأسر تناشد وتطالب قيادات حوثية بإرجاع أبنائهم من جبهات القتال. وفي 23 من الشهر الفائت اختفى الطالب سلطان توفيق مطر من أبناء مديرية بعدان شرق إب، وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة إب، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة في ظل مناشدات واسعة للكشف عن مصيره. واتسعت ظاهرة اختفاء وفقدان الأطفال وطلاب المدارس وصغار السن بمحافظة إب، حيث لا يزال العشرات من شبان وطلاب إب مختفين ومصيرهم مجهول، في الوقت الذي يعرف مصير الكثير منهم بعد أن يكونوا جثثا هامدة لقوا حتفهم بمحارق الموت الحوثية. وجع العمر كله، تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في المغرب عز الدين الأصبحي مقاله المنشور في الموقع بوست. لحظة عناق أب من تعز لابنته بعد 4 سنوات من الاختطاف في سجون الحوثيين. الحوثيون يختطفون المرة من الناس ويجعلون من نصف مدينة تعز التي يسيطرون عليها سجنا بشعا، يحفرون من خلاله في ذاكرة الوطن جرحا لن ينسى ولا يمكن التعافي منه ببساطة، ولا يدركه الذين يتمتعون بترف عدم معرفة حقيقة الجرح في اليمن. المشهد كالتالي: الجزء الشمالي الشرقي من تعز المدينة، والذي يقع فيه مطار تعز الدولي والطريق الرئيسي المؤدي إلى إب وصنعاء وأيضا عدن، فيه معسكرات الجيش التي وضعها صالح من 30 سنة، وتمثل آخر وأهم القوات التي ما تزال وأصبحت كلها الآن حوثية. وهنا يتم خنق تعز بحصار دام من هذا الجزء، وقصف أجزائها الأخرى بوحشية مستمرة كل يوم. في هذا الجزء صار مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء في عدد المعتقلين، ويعمل الحوثي كل يوم على خطف العشرات وبعد تعذيب وحشي يطلقهم، ويقول لعالم النفاق إنه يطلق أسرى حرب تكرما. وهنا يزيد الوجع: الصور التي اكتظت بها البواقع اليومين الماضيين للمفرج عنهم من المختطفين اختطفوا في مكان اسمه مدينة الصالح، وهو تجمع سكني بقرب مطار تعز في الحوبان، وهي منطقة سكنية وصناعية تعد من أهم مناطق تعز واليمن ومتاخمة لمحافظة إب التي هي عمق تعز الأصيل. ما يسمى بمدينة الصالح السكنية بنيت من سنوات علي عبد الله صالح، وبقينا نراها مجرد مبان يمنع الدخول إليها ولم يسكنها أحد ولم يستفد منها أحد، لتظهر الآن أنها معتقل رهيب لبيوت أشباح أسوأ من بوغريب في العراق بمراحل. إنها مقر السلخ البشري الذي يقتل آلاف الناس ولا يتحدث عنه أحد، وكأن قدر تعز أن يبقى اسم صالح فقط مصدر تعذيب من فكرته بتطويق المدينة بالمعسكرات إلى تمزيق المحافظة باقتطاع مديريات كاملة إلى إيجاد سجون في كل معسكر وزاوية. في موسم البرد يحاول اليمنيون في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تسببت بها الحرب أن يوفروا الدفء، لكن ذلك دونه مخاطر كبيرة، إذ يستخدمون وسائل غير آمنة قد تسبب كوارث، وفقا لما جاء في صحيفة العرب الجديد والذي عنونت وسائل تدفئة خطيرة في اليمن. فجع أبناء نبيل أنسي الأربعة إثر اضطرارهم لكسر باب غرفة نوم والديهم برؤيتهما هناك جثتين هامدتين بينما كان نائمين. مر وقت طويل حتى فهموا ما حدث عندما نقلوهما إلى المستشفى على أمل إنعاشهما، لكن لم ينفع شيء هناك.
تلقوا عددا من الأسئلة حول ما يمكن أن يكون سبب وفاتهما المتزامن، فتبين أن ذلك يعود إلى تشغيل مدفأة تعمل على الغاز. كان الأب قد اشتراها في اليوم السابق لتدفئة غرفته من موجة الصقيع التي تضرب المرتفعات الوسطى من اليمن منذ بداية شهر ديسمبر الجاري. ففي كل شتاء ومن أجل التكيف مع انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اليمنية للعام الخامس على التوالي، يسعى اليمنيون المتأثرون من موجات الصقيع إلى مكافحة البرد الشديد بأدوات وأجهزة غير كهربائية، لكنها في الغالب ضارة صحيا أو قاتلة. الابن الأكبر للضحية محمد نبيل يقول إن والده سمع من أصدقائه عن جهاز جديد يعمل بالغاز يستخدم للتدفئة ولا يبعث أي رائحة، بالإضافة إلى أنه اقتصادي. وجدنا والدينا في وضعية النوم وقد أخبرنا الأطباء بأنهما توفيا مختنقين من جراء إغلاق الغرفة وتنفسهما الغاز السام المنبعث من الجهاز الجديد. الحظ حالف المواطن محمد سعيد القاطن في مدينة ذمار الذي نجا من الموت المحقق جراء استخدامه المدفأة الغازية نفسها، ويؤكد للعربي الجديد أنه حطم الجهاز بعد تعرضه وزوجته وطفله لخطر الموت بسببه. يقول: شغلنا الجهاز للتدفئة ولم يصدر أي رائحة، وكان الأمر طبيعيا، ثم نمنا، وبعد مرور بعض الوقت رن هاتفي فصحوت للرد على المكالمة، لكنني شعرت ببداية اختناق وانعدام الهواء، فأدركت سريعا أنه بسبب الجهاز، ففتحت النوافذ والباب وأخرجت الجميع إلى الغرفة المجاورة. يرى الكاتب السوري خطيب بدلة أن مفهوم السياسة عند العرب لم يتغير منذ القدم، مضيفا في مقاله المنشور في العربي الجديد: لم يكن لدى العرب القدامى حد يفصل بين عالمي السياسة والأدب، قلما يعثر المرء على سيرة أمير أو خليفة كان يصرف شؤون دولته بعيداً عن الشعراء والمتأدبين وحتى العلماء، فكان هؤلاء يقفون على أبواب الملوك والخلفاء والأمراء منتظرين أن توارب لهم، فيدخلوا ويلقوا أكاذيب مصوغة بجهد وأنات بارعة في إخراج الشخص الممدوح من عالم البشر وضمه إلى عالم الأنبياء والأولياء الصالحين. وكان الملوك والخلفاء والأغنياء الممدوحون يبرزون حاتما الطائي في البذل والجود، فإذا راقت لهم الأكذوبة الشعرية يأمرون خازن بيت المال بأن يحشوا فم الشاعر الكاذب بالدر، وإذا لم ترق لهم هزأوه وطردوه، وربما أمروا السياف بجز عنقه. لم يتغير مفهوم السياسة عند العرب منذ القدم، فهي تقوم إما على اغتصاب السلطة أو على وراثتها، وكذلك الحال بالنسبة لوقوف الشعراء بأبوابهم، والدليل أن مجلس معمر القذافي كان عامرا بهم، حتى أننا قرأنا قبل أسابيع قليلة ما كتبه طلال حيدر في مديح ملك السعودية: لعل أخطر ما أنتجته السياسة العربية هو الابتعاد عن المفاهيم السياسية المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والسبب الرئيسي افتقار الحكام المتعاقبين الشرعية وقدومهم إلى السلطة بواسطة الدبابات، وهذا ما جعل الناس في بلادنا ينقسمون إلى فريقين، أحدهما يقترب من السلطة الجديدة ويهتف لقائدها، وعندما اغتصب حافظ الأسد السلطة في سنة 1970 خاطبه أحد تجار دمشق بقوله: طلبنا من الله المدد فأرسل لنا حافظ الأسد. ومع بدايات ثورة 2011 كتب أحد شبيحة بشار على جدران مدينة دمشق: الأسد أو نحرق البلد. كل ما فعله المعلم اليمني فيصل الريمي أنه أصر على إكمال رسالة التنويرية في التعليم رغم انقطاع راتبه الحكومي للسنة الرابعة على التوالي في ظل حكم الميليشيا الحوثية التي كفأه أحد عناصرها أخيرا بالضرب حتى الوفاة قهرا، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت: فيصل الريمي ورفاقه أعداء الجهل الحوثي في التعليم. سنوات طوال قضاها المعلم الريمي في تدريس مادة الرياضيات في مدرسة حكومية بصنعاء، وبعد أن قطعت الجماعة رواتب الموظفين اضطر للعمل أيضا في مدرسة خاصة في منطقة السبعين مقابل أجر زهيد يستعين به على ضروريات الحياة لمواصلة مهنته المحببة إلى قلبه. ووفق رواية زملاء للريمي تحدثوا للشرق الأوسط
أقبل الأسبوع الماضي والد أحد الطلبة في المدرسة التي يعلم فيها الريمي رفقة مسلحين بحثا عن المعلم الذي قال إنه عاقب ابنه وهو ما نفاه المعلم، إلا أن الوالد القاتل وهو من الموالين للجماعة الحوثية أقدم بكل استهتار على الاعتداء على الأستاذ الريمي بالضرب ومغادرة المدرسة منتشيا. نصف ساعة أو أقل كان هو كل ما يحتاج إليه قلب المعلم فيصل من الوقت ليفارق الحياة من القهر والكمد في إحدى مشافي العاصمة المختطفة صنعاء. لم يكن المعلم فيصل الريمي أول الضحايا في الصرح التربوي اليمني ولن يكون الأخير. المدرسة التي يعلم فيها الريمي أصدرت من جهتها بيانا أكدت فيه واقعة الاعتداء عليه حتى الموت، وطالبت بسرعة القصاص من قتلته الذين اقتحموا المدرسة في منطقة السبعين بصنعاء واعتدوا عليه بالضرب حتى وفاته. ديمقراطية عزلة من سلاح الذكاء، تحت هذا العنوان كتب مالك التريكي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: لم يحدث للبشرية أن واجهت مصيرا بيئيا مثل الذي تواجهه اليوم، حيث أن فترة تعميم نمط الحياة الاستهلاكي التي لا تزال مستمرة منذ بدء الثورة الصناعية هي فترة لا مثيل لها، ولهذا لا يوجد في التاريخ سابقة يمكن أن تساعد في فهم الكارثة البيئية المحققة. أما المصير السياسي والاقتصادي المظلم الذي تواجهه الإنسانية فإن من الممكن فهمه تاريخياً، لأن هناك في الماضي القريب ملتمساً لمقارنات وإضاءات. الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة وانسداد الآفاق عوامل أدت إلى تفشي النزعة القومية وشعور المظلومية وكراهية الأجانب وبروز ساسة شعبويين يكتسبون ولاء الجماهير بمنطق تبسيطي يجمع بين تجسيد جميع المشكلات في عدو مزعوم يحمل مسؤولية كل الآثام والآلام، وبين التلويح بحلول راديكالية تبدو في الظاهر سهلة التصور وسريعة التنفيذ. الصراع الأيديولوجي والسياسي الحالي بين القوتين العظميين أمريكا والصين يشبه الصراع بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، وليس هذا صراعاً بين الغرب الديمقراطي الليبرالي وبين خصمه الاستبدادي على الهيمنة العالمية فقط، وإنما هو أيضاً صراع أيديولوجي حول معنى الحداثة، والنتيجة أن تدخل أمريكا في النزاعات الكبرى، وعدم تدخلها في فترة ما بين الحربين هو العامل الحاسم الذي حدد مصير القرن العشرين. أما اليوم فإن وضع أمريكا شبيه بوضع بريطانيا عام 1914، حيث أن القوة السائدة صارت تهددها قوة صاعدة تستطيع التفوق عليها اقتصاديا. ما هو الدرس من هذه المتوازيات بين اليوم والأمس؟ أن الدكتاتوريات قادرة على الانتصار، وأن الديمقراطيات قابلة للانهزام والانهيار إذا هي سلمت قيادها لنخب سياسية رديئة كبريطانيا، أو حكام يغلب عليهم الاضطراب الذهني كأمريكا، أي إذا هي قبلت طوعاً أن تصير عزلاء من سلاح الذكاء. الحصن القديم أو قصر سيئون أو قصر الكثيري كما هو معروف في الوقت الحالي هو قصر الحكم لسلاطين الدولة الكثيرية التي حكمت وادي حضرموت لفترة خلت من التاريخ. اتخذه السلطان بدر أبو طويرق مقراً لإقامته في العام 922 هجرية، بعد أن جدد عمارته وبنى بجانبه مسجداً، ومن حينها أصبحت مدينة سيئون عاصمة للدولة الكثيرية وعاصمة للوادي ككل. صحيفة القدس العربي تجري استطلاعاً عن القصر وتعنون: قصر سيئون أكبر مباني اليمن الطينية وبهجة قصور حضرموت. ووصفت الصحيفة العربية القصر بأنه درة مدينة سيئون وعنوانها، إذ لا يمكن مغادرة هذه المدينة من دون أن تزورها وتستمتع بتأمل معالمه ورؤية أبهته. وعلى الرغم من أن متحف الآثار في القصر ما زال مغلقا بسبب أوضاع البلد الراهنة، إلا أن مصادر محلية تؤكد اقتراب فتحه لجميع الزوار، فيما هو حاليا مفتوح للزيارات الجماعية ممثلة في طلاب المدارس ومنتسبي الجمعيات. وشهد القصر مؤخرا عمليتي ترميم، الأولى تمت قبل شهور وشملت الهيكل الداخلي، فيما تم الانتهاء مؤخرا من عملية ترميم شملت إعادة طلاء الواجهات الخارجية وتجديد النورة، وهو مشروع شمل طلاء النوافذ والأبواب وتنفيذ ترميمات ضرورية لمواضع متضررة. ويزيد من خصوصية موقع هذا القصر
موقع هذا القصر في وسط المدينة، شموخ مبناه وجمال تناسق منظومته وهيبة هيئته المفعمة بالأبهة والفخامة، أبهة سلاطين السلطنة الكثيرية الذين سقطت سلطنتهم في العام 1967 عقب استقلال جنوب اليمن عن المستعمر البريطاني وطي صفحة حكم السلطنات. ومعلوم أن جنوب اليمن كان يضم تحت الحماية البريطانية 23 سلطنة ومشيخة تتمتع بحكم شبه مستقل، وسقطت جميعا عقب الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. لا توجد مساحات على الأرض لم تشهد معارك للبشر، لكن يبدو أن الكوكب الأزرق لم يعد كافيا للحرب، حتى أعلن عن إمكانية أن يكون الفضاء مساحة جديدة للمعارك وفقا لموقع البي بي سي. ترامب يعلن رسميا تشكيل القوات الفضائية، حيث اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم قوة الفضاء الأمريكية. وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية. وقد وصف ترامب الفضاء باعتباره أحدث ساحة للحرب في العالم، وأضاف في ظل التهديدات الخطيرة للأمن القومي الأمريكي أصبح التفوق في مجال الفضاء مسألة حيوية للغاية. ووقع ترامب على ميزانية الجيش الأمريكي السنوية وتقدر قيمتها ب 738 مليار دولار، وتم تخصيص 40 مليون دولار لغرض إنشاء قوة الفضاء المكونة من 16 ألف جندي للمساعدة في ردع العدوان والسيطرة على الفضاء. وفقا للبي بي سي، لن يبعث جنود إلى الفضاء، ولكن ستحمل الممتلكات الأمريكية كمئات الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات والمراقبة. وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس: تغير الفضاء بشكل جذري خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كان سلميا أصبح مكتظا وعدائيا. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أكد أن التوسع الأمريكي في الفضاء يهدد المصالح الروسية ويتطلب ردا من موسكو. أبرز الصور كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. في آخر فقرة من برنامجنا كشك الصحافة، اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة، فلنتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كشك الصحافة. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.